وشدد وزير الخارجية سامح شكري أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا لم تنقطع في أي مرحلة، مشيرا إلى وجود تمثيل دبلوماسي للبلدين في القاهرة وأنقرة. وأكد شكري وجود رؤية مشتركة بين البلدين حول العديد من الموضوعات، بداية من تطوير العلاقات الثنائية على المستوى السياسي، وصولا إلى فتح المزيد من قنوات الاتصال بينهما. في أي مرحلة لم تنقطع العلاقة الدبلوماسية فيما بين البلدين، مجرد كان هناك العمل من خلال قائم بأعمال في كل منهما، ولكن العلاقات الدبلوماسية كانت دائما قائمة، وهناك تمثيل لمصر في أنقرة وتمثيل لأنقرة في القاهرة، والعمل على استعادة العلاقات على مستوى السفراء تبحثنا في هذا الجزئية أيضا، وسوف نأتي إليها في التوقيت الملائم ووفقا لما يأتي به هذا المسار من نتائج إيجابية.